السلام عليكم، كما عودتكم فيديو جديد. غنحاول ندير فيديو كل سيمانه ان شاء الله، ولا غنفوت سيمانه بشويه. المهم مرحبا بكم، فيديو جديد اللي غادي اللي كنت قلت لكم في الانستغرام على شنو غنهضر. الناس اللي متبعين في الانستغرام دابا راه عارفين الفيديو على اش، واش عرفوها حتى من العنوان. المهم الفيديو غيكون ان شاء الله على جوج الانواع ديال الكاسكات. انا كنهضر لك على الكاسكات ديال كما كنقولها ديما على ديال ولاد الشعب، ما كنهضرش على داك اللي غيشري كاسك 2500 درهم. كنهضر على الفئه ما بين 200 و 250 و 300 درهم. يعني هاد الفئه هي اللي غادي نهضر عليها، وغادي نقول لكم بكل صراحه شنو الراي ديالي فيها. وعلى بركه الله نبداو الفيديو. كما كتعرفوا هادو هما اللي موجودين في السوق. بالنسبه لكازا غتلقاو هذا، غتلقاو هذا الموديل هذا، هو مقبر. غتلقاو هذا الموديل هذا مغبر، كنمسحوش هذا هو باش كنلعب. المهم غتلقاو هذا الموديل هذا، وغتلقاو هذا الموديل هذا. المهم هادو باش كنلعب انا، لقي معاه راحتي. كنديرو بحال هكا، يعني كي ودني كتدخل فيه هو في هاد التقيبه اللي كاينه هنا، كتدخل ودني كامله، شتي تدخل ودني، كيتحط هو على راسي، وكيبقى راسي انا كيبقى ودني مرتاحين. يعني ما كيتحطش ليا على ودني باش حتىش مع الوقت، يعني غضرب واحد ساعه ونص غتضرك ودنك من الجناب الا كان الكاسك صغير عليك، او لا ودنك ما كتدخلش في ديك البلاصه كامله. كتمنى شي واحد ما يكونش ودنيه كبار وكيقلب على الكاسك، حيتاش تبقى هادي شي حاجه مستحيله. وبالنسبه لكيفاش كيتاجوست بحال هكا، هو في داكشي طوماتيك، شتي داكشي طوماتيك، ما تحتاج لا تزيد لا تنقص لا والو. هذا هو نقطه القوه اللي فيه. بالنسبه للثمن باش خديت هذا، خديته ب 250 درهم، 250 الى عقلت، حيت خديته عام هادي. بالنسبه للمده عام، ضرب ليا تقريبا دابا جاي عام باش انا خدام به ب 250 درهم. كنسمع اللي فوق مني، اللي تحت مني، اللي حدايا من هنا، اللي كلشي كنسمعو. ما عنديش مشكل في السمع، ما عنديش مشكل في السمع المحيط ديالو، حتى شنو كنكون لاعب جي تي. جي تي كتعامل الطريقه بواحد اللعيبه واعره صراحه. المهم ما نعاودش لكم في جي تي كيفاش كنلعب. طوموبيله كدوز ليا من حدا ودني. الثمن ديالو كما قلت لكم 250 درهم. المايك ديالو يا سلام، يعني كنت لاعب مع شي واحد اما تخممش يا معلم، غادي يسمعك بواحد الفلتراسيون زوينه، وما يتسمعش ديك اللي داوي وراك، يعني بزاف الحوايج ما غاديش يتسمعوا صراحه. كاسك زوين، كنصح بيه بنادم. بالنسبه للضو ديالو داكشي، المهم ما كيشعل فيه الضو. مي انت غتخدم في بي اس 4 ما تحتاجش تشعل فيه الضو. دابا ما عنديش كيفاش نشعل الضو فيه. المهم غنخلي لكم التصويره هو شاعل في الانستغرام، غادي نصوروا ان شاء الله هو شاعل في واحد اللوينات زوينين. مي ماشي اجوستابل، ما كيش بدلوش، يعني هما ستوندار كيبقاو هكاك. هاد الماركه سميتها اكسترايك، هي راه اكسترايك مي، كيكونوا غاليين، ولكن هادي الدوزيام ديالو سميتو اكسترايك مي. خدام ليا، حتى الكاسك اللي كنت خديت الاول ديالو غادي نلحو لكم حتى هو في الانستغرام ديالو. الموديل الاول ديالو اللي كان عندي حتى هو خدام ليا بخير. بالنسبه للراس كيجي معاه واحد الادابتور، ها هو انا ديال لي سكوتش باش ما يتقطعش. كيجي مع ادابتور تخشي فيه هذا، ها هو تخشي فيه هذا، وهانت ناضي. وهذا الادابتور هذا يقدر ينفعك بزاف د الحوايج باش نكونوا فاهمين. نسيت ما خدمتش بالمايك، سو غنبرونشي المايك باش نكمل معاك، باش نكمل معاكم الفيديو ديالنا. هذا هو المصيبه الاعظم والمصيبه الاكبر. دابا هذا الكاسك هذا كان عطاه ليا واحد الدري، كان مرضو وعصبو وما كملش معاه، سبقت المايك خلاوه. هاد المايك هذا كان مرضو وعصبو، هاد المايك هاد الكاسك، هاد الكاسك كان طلع لي الدم. هادشي كنهضر عليه وانا يائس. اولا مصيبه كحله، ها نتوما ما مزيرش، ها نتوما نتوما كيلعب، شتي ما مزيرش، يعني ما تحاولش. غنزيدو ليه في الطول، قال شوف قال الكاسك اللي كيتزاد ليه في الطول بحال هكا، حاول انك تتفاداه، ما تخدمش بيه بتاتا،
بعد منه تشوفوا قلب وجهك. نحاولوا ها نتوما شي ها نتوما حنا زدنا فيه باش 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 يبقى شاد. اوكي هبط نحاولوا نقص منه شويه يعني غتعاني معاه غير باش تلعب به. فوالا ملي كتنقص منه كيتحل من التحت ها نتوما محلول من التحت يعني ما مزيرش ما شادش لك فراسك. ثاني حاجه غير مريح في واحد الاصوات غير مريحين وكتحس به ما ساويش حتى 50 درهم يعني بالنسبه للمايك وداكشي على حساب ما قال لي الدري كان المايك ديالو كيتعذب ملي كيخدم بالمايك ديالو. وزائد تيب تيب الراس ديالو USB يعني غتخدم تخدم باليوزبي ديريكت مع مع البلاي. هذا هو المشكل يعني وغيخدم لك في الضوء. هذا ما خدامش هذا فيه مشكل كان الدري عصبو مردو وحلو ولكن ما عرف شنو المشكل فيه. يلا غندي عند الدري اللي غندي غيصايبو باه ان شاء الله ويقول لي شنو المشكل اللي كان فيه حيتاش خصنا خصو يتصايب حيت ما فيش شي حاجه اللي كراف فيها شي حاجه لداخل خصها تعاود تكاد. المهم الخوت هذا الكاليتي ديالو محشره. انا حاولت نقول لكم شنو كاين نقول لكم انه هذا واحد الكاسك اللي زوين في الديكور زوين في الديزاين زوين في اللون زوين في كل شيء. باش نقعد مع الكاميرا هذا الكاسك هذا زوين في كل شيء زوين في الديكور في الطلعه ديال في المايك يعني شوف راه ملي كتطلعوا بحال هكا راه ماشي كيتسد ما كيديرش ميوت ميوت كيديرها من هنا ها نتوما الخوت ميوت كيديرها من هاد التويشيه هادي اللي كتجي هنا لواحد البوطونه باش نوريكم كتجي لهاد البوطونه هادي. المهم ميوت كدار من هنا الخوت والصوت كيتحكموا به من هنا يعني انا عن نفسي ما نشريهش وما نعطيش فيه حتى 100 درهم قد الا جاب واحد 40 درهم 50 درهم ناخذو الا جاب الثمن ولكن اكثر من هكا ما ناخذوش. ومرخي مرخي ها نتوما الخوت الكاسك كامل مرخي ها تقول لي لا فليكسيبل ولي ما خصوش يكون مرخي بحال هكا ها نتوما كتحس بيه كيريزيستي كتحس بيه كيرجع بوحدو ها نتوما شتي راه هادي ماشي هي هادي ها نتوما ها نتا الكاسك راه مرخي بزاف ها نتوما ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم ولكن هذا ملي كندير ليه هاك كيرجع دغيا هذا لا كيمشي كيدلا ما ننصحكمش في هذا صراحه حيت ملي مشيت شفت السوق ملي مشيت شفت السوق وشكرا للاخ ديالي هو اللي كيجيب لي هاد الكاسكات هادو كيعرف منين يجيبهم شكرا ليك من هذا المنبر. وهذا ما تاخذوش صراحه والله كنشوفو بزاف ما بغيتش نقول لكم فين كنشوفو. المهم كنشوفو بزاف عند مولاي المحلات وهادي كان عندك الشوق انك تجرب هذا جربه ولكن انا كتجربه شخصيه انا ما كنقولش ما تاخذوش انا كنقول لك شنو انا كان ماشي كنعاني معاه ولكن شنو شفت فيه يعني انا كنقول لك ما مزيرش كاسك ما مزيرش كاسك زباله حاشاكم زباله يعني غتشري كاسك تحط في يدك 200 درهم ولا 250 كي كيبيعوا 300 درهم. وواحد خونا والله حتى قدامي قلت لي واش خديتي هذا كيخديته ب 400 درهم يعني كيشوف الزواق كيشوف البوناج كيشوف هاد اللعيبه هادي كطلع وهادي كتنزل صافي كيقول هذا هو الكاسك ولا حيد. لا راه الكاسك خصو يكون فيه التويشيات عندهم مهمه ديالهم راسهم هما كيزيروا لك الكاسك على راسك اش كاينه هادي كتاجيستي لك على راسك. هذا لا بيه فيه فيه جوج لعيبات دقه وحده وهادو من افشل النظامات في الفئه السعريه الرخيصه يعني الا كنتي غتشري واحد ريزر ولا لوجيتيك ولا شي حاجه في هادو راه ماشي عندك ما تاخذوش راه هذاك راه لوجيتيك فهمتي واخا في هادو راه كتلقاه برو ولكن في الفئه السعريه الرخيصه ما تاخذوش هذا. ما عرفتش اول مره كنحس براسي خصني نقول لكم ما تاخذوش يعني انا ديما كنقول لكم ها نتوما ها الخايب وها الزوين وخذوا اللي بغيتو ولكن هذه اول مره كنلقى راسي انا كنقول لكم ما تاخذوش هذا غتضيع فيه فلوسك هذا غتضيع فيه فلوسك فقط بشهاده الدري اللي كان عنده ما ضربش ليه شهر ما ضربش ليه شهر طفات ليه ودن ما ضربش بيه شهر طفات ليه ودن ودابا نبرونشيه وما غيخدمش نبرونشيه وما خدامش ضرب بيه شهر هذا ضرب بيه انا دابا جاي عام قرب يكمل عام بقات ليه شهرين ويكمل عام يعني ملي بديت السيت اب ديالي سيروا شوفوا الفيديوهات ديال السيت اب ديالي امتى لحقتو لحقتو تقريبا دابا عام
ها هو باقي خدام بيه لحد الان، مو مهليش فيه حتى الله، وباقي بغبرته يعني، وباقي داك الجلد ديالو. هانتوما اللي غايقول لي حقا الجلد كيتقشر هادي، هانتوما الجلد ديالو الخوت، ها هو مغبر كاع ما مالي فيه كاع، ها كنلعب بيه كنخشيه في راسي كنلعب بيه وصافي. هانتوما المهم الخوت، كيبقى الاختيار ديالكم، وكيبقى كامل الاختيار ليكم نتوما، شوفوا نتوما اللي يسلككم. بالنسبه لي انا هذا ما نشريش الا الى جانب واحد 40 درهم ولا 50 درهم كاع، الى 50 درهم وبزاف عليه. هادشي اللي كاين الخوت، هادشي اللي بغيت نوضح لكم في الفيديو. بالنسبه للجيف اواي الخوت، راه درت لكم الشروط في الفيديو اللي فات، دخلوا الفيديو اللي فات، اشتركوا فلاش يوتيوب فلاش في باج انستغرام ديالي، وخليوا واحد لايك في البوست الاخر، لا تكمل 500 ابوني في الانستغرام. غادي ان شاء الله غادي ندير سحب على الناس اللي دايرين لايك للبوست الاخر عندي في الانستغرام، البوست الاخر اللي كنهضر فيه على كيفاش تشري بلاي قديمه، البوست الاخر ملي غتكمل 500 ابوني غادي ندير الجيف اواي ان شاء الله على داك الكونت اللي وريتكم في الفيديو اللي فات. اللهم اني قد بلغت. بالنسبه للناس اللي كيجيو عندي يقول يعطيني كونت ولا هادي ولا ما نقدرش، حيتاش كاينين شروط مطبقين عليا حتى انا. صافي ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على واحد المانيطه كتشريت الفيديو ديال هادي، وغنقول لكم حتى هادي من ورا تقريبا من ورا 6 شهور شنو الملاحظات اللي بقاو عندي تجاه هاد المانيطه هادي. المهم الخوت، نتلاقاو في الفيديو الجاي. شكرا لكم على التتبع ديالكم، ما تنساش واحد الاشتراك ولايك لتحت دابا ياك، ونشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا الدراري على التفاعل ديالكم، دوزو عندي الانستغرام ما تنساوش، وان شاء الله.